رافائيل نادال اللاعب الإسباني الأيسر، تدرون أنه بأغلب أموره الحياتية يستخدم إيده اليمين؟ انولد رافائيل نادال وعنده القدرة يستخدم كلا اليدين بشكل متوازن، فكان يستخدم الأسلوب النادر وهو أنه يضرب على الفورهند والباكهند بكلتا اليدين. أمثال لاعبين من قبيل مونيكا سيلس، ماريون باراتولي، والساحر الفرنسي فابغيس سانتوغو. لما كبر شوي وصارت عنده القوة، توني نادال اقترح عليه أنه يستخدم يد واحدة في الفورهند، وراف اختار اليسار. السؤال راح يكون كالتالي: لو رافائيل نادال اختار ايده اليمين، هل راح يحقق نفس الانجازات اللي محققها اليوم؟ سمعونا رايكم بالتعليقات.